مساء الخير ورمضان كريم على الجميع رغم كل الظروف التي نعيش باكرا اعتنق فلسطين باكرا اعتنق فلسطين ثوره نحو الحريه ودائما كان قلمه مناصرا لمقاومه شعبها ضد الاحتلال الاسرائيلي ابن بيروت التي عاش حروبها وحصارها وشهد خروج المحتل الاسرائيلي منها مدحورا مذلولا ينادي يا اهل بيروت لا تطلقوا النار انا منسحبون حوار من المسافه صفر مع المسرحي والكاتب والناقد الاستاذ عبيد باشا اهلا وسهلا. اهلا استاذ السؤال الاول هو كيف تتابع وتعيش ما يحدث في غزه يعني سواء من اباده جماعيه على يد المحتل الاسرائيلي او من صمود اسطوري للمقاومه الفلسطينيه. لا, لا خليني ابلش من محل انت لا. يعني اللي هو رمضان، شهر لا. رمضان كريم يعني، فلسطينيين يعيشون يعني الصيام في لا. اعلى معانيه، هون عم بيطاردوهم من محل لمحل بيقولوا لهم انه في هذا المكان في مونه وبالاخير بأصفون فبالتالي نحن نشاهد المره الاولى ناس عم بموتوا بسبب سوء التغذيه يعني اولاد صغار طفاله والى اخره فبالتالي للغزاويين صياما مقبولا قبل شهر رمضان وخلال شهر رمضان آه انا يعني تنتابني مجموعه هائلة من المشاعر اول هذه المشاعر هي مشاعر الفخر بماذا بالشباب اللي عم بيقاتلوا بغزه وبصمود الغزاويين لا. لانه بلا هذا يعني بلا خلفيه ما ممكن مستحيل لا. الشباب يقاتلوا يعني هذا الجيش العرابي الى درجه بانه بتسال حالك يعني سؤال كيف لهذا الجيش الخنفشاري ان يهزم مجموعة الجيوش العربيه بمجموعه من الحروب يعني نعم بالحروب السابقه بالحروب السابقه نعم. فعم نشوف شباب بالاخير لابسين شباشب ولابسين بيجامات اديداس او بيجامات عاديه منتظرين نعم. ال... ملابس رياضيه عاديه عاديه نعم منتظرين الاليات الاسرائيليه بيقين ما بعد يقين بيقولوا يعني لم ترمي اذا اذا رميت ولكن ولكن الله قد رمى رمى، ليش؟ لانه يمكن نحن للمره الاولى نرى ناس اصحاب عقيده مستقره يعني الناس على نعم. طول انا على بقول بانه نيالهم اصحاب العقائد حالينا نعم بينهم وبين نفسهم يعني هاو ناس اصحاب عقيده مستقره نعم فبالتالي عم 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 بيقاتلوا من خلال العقيده اللي استقروا عليها وللمره واصحاب نعم. اللي... حق ايضا هذا بالتحصيل الحاصل لا. احنا ما بدنا نحكي لا. بانه نحن امام معطى يعني انا وقت بيسالوني بانه فلسطيني ولا اسعد إيه؟ انا فلسطيني مش انه بين الفلسطيني وبين الاسرائيليين وانه يجب ان نختار بين اثنين انا فلسطيني ونقطع سطر بس هذه البديهيات اللي نشانا عليها استاذ عبيدو يعني جيلك وجيلي نشانا على على هذه البديهيات انه نحن فل يعني مع فلسطين فلسطينيون هي اكيد طيب بس اليوم يعني مدار نقاش صارت اصبحت يعني مش مدار نقاش، حول الفلسطينيون مرة أخرى فلسطين إلى ساعة العالم، يعني كل العالم واقف على ساعة فلسطين، إذا تحركت الساعة بجهة اليمين بيتحرك العالم على اليمين، وتحركت على الشمال بيتحرك على الشمال، وإذا وقفت بيوقف العالم، نحن أمام معطى يقدمه الفلسطينيون للمرة الأولى، نحن بنعرف بأنه الفلسطينيين هزموا سنة 82 في في بيروت، يعني الإسرائيليين ما اكتفوا بتهجيرهم إلى مجموعة دول عربية لحقوهم على بيروت ومن بيروت طلعهم بشخاطير طلعون على محلات تانية بعديك المرحلة كنت أقول أنه يعني ما معقولة هذه الغطرسة أنه بتكحت واحد من بيته بالأخير بتلحقه على المحل اللي اختاره لحتى اللي سكناه يعني وبلشت وبلشنا يعني نفوت في مرحلة من الإحباط الكبير بأنه هاو قادرين على كل شيء الإسرائيليين ليش؟ بس خليني أقول شغلي بس فضل. لأننا أنشئنا على كي وعينا باننا لا نستطيع ان نقاتل يعني نحن كنا ننهزم قبل ان نخوض الحروب لا. هيا عم نشوفهم للشباب شباب صغار في مقتبل لا. العمر بيعملوا شغلات رخيصه بيروحوا فيها يعني احدث الاليات التي تتدحرج على على الارض يعني وعشنا يعني نماذج منها في لبنان ايضا من خلال المقاومه اللبنانيه انت قتلت يعني من... استاذ نعم. وانا قتلت نعم, مش هيك؟ نعم. يعني متفقين انه لا خيار بين الفلسطيني والاسرائيلي لا خيار، ولكن هناك البعض للاسف يعني في بلادنا العربية من بات يعني يجرؤ على القول فلسطين ليست قضيتي هلا انا بي انا من عندي نا. يعني وجهة نظري هاو هاو مجموعة قليلة نا. من الناس لا تعبر عن الوجدان ببتعب العربي لا تعبر عن الرأي العام العربي نعم وهاو يجري التركيز عليهم لأنه اللي بيركز عليهم بيعرف كثير منيح بأنه المجموع العام تبع الناس في مسرى آخر غير هذا نعم. المسرح لذلك لحتى يطلع من ال يطلع من الجورة تبعه من الهوي تبعه بيركز على هو على هو الناس ولكن في المجمل العام انا اكيد وانا بعرف وانا بروح وانا بيجي وبخوبر نعم. وبخوشي في, الم... وبتسمع. في المجمل نعم. العام كل الناس مع لك يا استاذ زاهي انه حتى يعني اعتى الناس اللي كانوا عم يدافعوا عن اسرائيل تحولوا الى الضفه الاخرى ليش؟ لانه كانت قضيه فلسطين موضوع موضوعه في مكان بعيد يعني نعم. والفلسطينيين طلع رح نحكي عن التحول اللي حصل بالعالم كله بالراي العام العالمي اليوم ولكن عم بتقول انك فخور بما يعني بصمود المقاومه في غزه وبقتال يعني شباب غزه مش بصمود بانتصارهم نعم انا رايي بأنه انتصروا الشباب بس انا لا مهد لسؤال انه اكثر المشاهد اللي تابعتها وشفتها خلال هذه يعني الحرب العدوانيه هيك شعرتك يعني شو اللي رسخ من صور المقاومه في غزه راسخ في ذهنك ممكن يكتبك يوما ما نص ما عم بعرف بكتب نعم. نص ليش لانه بطولات تبع الشباب اكبر من اي نص نعم. هاو الشباب حولوا حولوا الدم الى حبر وحولوا الفضاء الى ورق فيك تكتب عليه يعني فبالتالي نحن الان في هذه اللحظه نحن عاجزين انه نكتب نص لانه نعم. نصهم هو نص التاريخ الجديد نعم. للشباب لا شيء يعني يوازي او يوازي هذا طاق. هذا النص هلا بكتب لي شو شو بعلق ايه؟ هذه الهدئه يعني الداخليه العظيمه عند الشباب عند المقتلين لا. امام هذه القوه العادل. 900 طياره 900 طياره بيمشي حامل الياسين بكل وخمسة. رباط الجأش بكل ثقه لا بيقعد, بيقعد لا. على حفه حجر ايه؟ ورا زيتوني كذا بكون انت سامع صوت الدبابه جاي كذا ايه؟ بيقوم إيه؟ بيقوم بنقي دبابه بنراتل يعني بالاخير هذا غير العمليات تبع المجموعات شو دلالته و... استاذ عبيدو؟ يعني ها... ها... هذه الثقه بالنفس هذه الرباطه الجائزه هذا جاي من ياس نعم انا بالزمانات كتبت بانه الياس هو تاج الفلسطينيين وبنفس الوقت كمان آ... بمعنى انه لا خيار اخر خلص نصنا نعم. بالاخر ما هن شو عملوا الشباب؟ عملوا نعم. قراية طلع معهم بالاخير بانه اخر العرب في الطريق الى التطبيع مع مع اسرائيل فبالتالي هذا معناه غياب القضيه الفلسطينيه الى ابد الابدين كانوا امام هذا المعطى فبالاخير اخذوا قرارهم وهذا القرار لم يستشيروا به احدا لانهم فايتين هم قاعدين ب 350 كيلو فاتوا في عمق 700 كيلو وتبين بانه كل الروايات الاسرائيليه روايات مزيفه من قتل الاسرائيليين هن الاسرائيليين صحيح من بأول شيء ما حدا ذبح حدا ولا اغتصاب ولا حداً. قتل اطفال ما ولا يعني, يعني كلها جزء من الدعايه الصهيونيه عنده بالاخير واحد نازل بالاخير بطياره شراعيه لحتى ينقي مراه اسرائيليه يعني مش ملاقي الا هي المراه الاسرائيليه اللي قاعده بالبيت لحتى ما عنده وقت يغتصبها يعني بال... البعض يريد لنا استاذ عبيد باشا انه ان وكانه التاريخ يعني ان نصدق ان تاريخ بدا يوم 7 اكتوبر يعني كان يعني يبرر انه لولا 7 اكتوبر لو لم تقم المقاومه الفلسطينيه بما قامت به يعني كانه الامور كانت اوكي وهذا نتيجه تراكم انا ب 7 7 نتيجه تراكم تاريخي لا. يعني هي مضبوط من لحظتها طيب يعني لا. بس هذه اللحظه مؤسسه على جمله مقام على جملة مقامات صار في محاولات لجب س... س... بالضبط. كل ما يعني هال 75 آه سنة من الاحتلال وكأنما كان هاللحظة استاذ استطاعت أن تخرج المواطن العربي من لحظة كي الوعي نعم أنه بالأخير أنت ما في داعي تقاتل لأنه أنت مهزوم سلفاً لا. يعني إلى لحظة التنوير الكبرى يعني مش عم يشوف قدامنا وبعدين هاي وسائل الإعلام يعني وسائل الإعلام اللي عم تتابع وسائل التواصل لعبت دور عظيم في تقديم الصورة على ما هي عليه لأنه إسرائيل لم تخسر الحرب بس في مستوى واحد بعده و... مستويات بالضبط والمستوى المستوى الإعلامي هو أحد مستويات متقدمة استزاهي الصورة شوف قارن بين الصورتين الصورة تبع الجيش الاسرائيلي جيش نعم جيش الاحتلال نعم. الاسرائيلي والصورة تبع الفلسطينيين جيش بين مزدوجين نعم اشبه بعصابات الصورة تبع الجيش الاحتلال صورة مسطحة صورة هوليودية بتشوف فيها ناس لابسين كفوف نعم ومرتبين عم بيقوصوا عم, يعني عم بيقوصوا نعم. بالفراغ الصورة صورة الفلسطيني بمجموعة من الطبقات ودغري بتستشعر فيها روح الفلسطيني ف... احيانا حفاة ما... بعض حفات. المقاتلين حفاة انا عم بحكي مع عم بحكي مع شاب صديقي فلسطيني قلت له يا رجل ليه بالشبشب اللي اللي, اللي ضرب الدبابه على قد ما هاي العمليه اعادت الثقه الى الفلسطينيين والعرب قال لي هذا الشبشب خليلي نعم وهذا شغل الخليل شغل مدينه الخليل بده يشارك ايه بده اي طريقه لحتى يشارك في هذه المعركه الدائره في بغزه وفي شغله لازم ننتبه لها كلنا اذا انتصر الفلسطينيون وهم انتصروا انتصار الفلسطيني انتصار لكل العرب، حتى لا. العرب اللي هن ضد الفلسطينيين رح ينتصروا لا. بالانتصار تبع الفلسطينيين واذا ما توفقوا الفلسطينيين... وهن مش توفقوا وانتهى الموضوع يعني بالاخير لا. انا رايي بانه اسرائيل دوله مهزومه منذ لحظه السابق باللحظه اللي تحرك فيها اول مقاتل من لا. قطاع غزه الى كرمال هيك قاده الاحتلال عم يعتبروها حرب وجوديه لانها يعني كيان الوجودي تخلخل اليوم السابع من تشرين الاول استاذ زاهي بطبيعه الحال حرب وجوديه ليش؟ نعم. لانه كانوا معتبرين بانه بكل التقارير الاسرائيليه بانه ما كان يعني حماس ما المقاومه الفلسطينيه ما عندنا مشكله معها ليش؟ لانه قبلت بالشروط اللي نحن حاطينها فيها نعم. طلع بانه لا بانه هو الشباب عم بيحضروا لشغله كبيره لانه كانوا شايفين المسار رايح على محل كثير سيء فكانوا بدهم الشغله الاساسيه انا عندي الشغله الاساسيه الاساسيه هي في 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 المعطى في المعطى الايماني لا. نحن امام شغلتين مهمين كثير صح. الفلسطيني ارتقائي يعني الفلسطيني نعم بمخه وقت بيستشهد بده يرتقي لحتى يلتقي برب العالمين بيدين مفتوحتين بيقول محمود درويش بما معناه عن الشهداء الص... ال... يعني الصاعدين ها... يعني الصاعدين ي... الى موتهم يلسم... باسمين 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 فبالتالي هوا ارتقائيين نعم. يعني بيعرفوا كثير منيح بينه اذا استشهدوا طالعين على محل هم مختارينه الاسرائيليين حلوليين يعني اصحاب مم. فكر حلولي نعم. كل اسرائيلي بيعتبر بانه الله بده ينزل من علياء ويحل ويقاتل... فيه نعم. وحل فيه شوف الفرق معه. شوف الفرق شوف الفرق بين اثنين شوف الفرق بين الغطرسه الاسرائيليه وبين التواضع الفلسطيني بين القناعه الفلسطينيه بين الشفافيه الفلسطينيه العاليه الحلوليه اليهوديه وهي شغله الى يعني وبينحكى فيها بينحكى فيها الى تاريخ عشان يعني عشان. بالاخير والارتقائيه الفلسطينيه من انتصر هم الشباب المؤمنين بانه اذا لم يكن الواقع يعني شغله منيحه فبالتالي فكرة. نحن ذاهبون الى مكان اخر وافضل بكثير استاذ عبيد قلت لي انه عم بتابع هذا المشهد بفخر المشهد البطولي والصمود الاسطوري وبوجع كمان نعم هون انا, أنا يعني اكثر المشاهد اكثر اكثر ما يوجعك في هذه اول شيء في في, في في لقطه مش رح نعم من من ذاكرتي ابدا يعني الشاب اللي ضرب الدبابة الاسرائيليه وصار ينط ويقول ولعت, ولعت ولعت نعم والشاب الثاني الانيق اللي لابس آه كبوت الاسود هلا انا عم كنت اعرف كنت ابرم برم وانا مهتم بسوبرمان ايه وباتمان كذا عند الاولاد كان في سوبرمان وباتمان نا. هلا في غزه مان هذا الزلمه خلق نموذج له علاقه بالاسطره يعني اسطر الفلسطيني تحول الفلسطيني الى بطل خارق بس هول المشهدين اللي ذكرت لي اياهم مش موجوعين هدول لا لا هلأ. هول الاثنين اللي بياخذونا بي على محلات تانية يعني انه مثلا بتشوف الطيارات آه عم تمرق بكل بساطه يعني نتيجه لا توازن بالقوى وبتزت صواريخ على البنايات بنشوف اشلاء لولاد طفالة يعني بالاربع ايام خمسة ايام ستة ايام يعني مره مثلا قضت كل حياتها هي عم تعمل وصايا لحتى تخلف بالاخير الله طعمها توم ماتوا التوم امبارح ماتوا فبالتالي الثمن يعني كل شيء انا بقول على طول لكل شيء ثمنه ثمن مؤلم كثير نعم يعني باهظ باهظ بس بنفس الوقت لكل شيء ثمنه والفلسطينيين لن يتعرضوا الى ما تعرضوا اليه الان في المستقبل لانه دفعوا ثمن صمودهم بلا هاو الناس بلا صمود الناس كانت تتخلخل نعم. استاذ عبيد وحضرتك عشت حصار بيروت يعني من على على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي وعشت يعني كل ما تعرضت له بيروت من همجية إسرائيلية ومن قصف وغارات يومية هائلة كانت هل ترى أوجه الشبه يعني مع اختلاف الزمان والمكان والظروف لا 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 أبدا لا. أبدا على الإطلاق يعني وأنا بيؤسفني يعني أقول اه. بأنه شباب اللي كانوا عندنا بيروت يعني راحوا على الضفة الغربية راحوا على المحلات اللي باتفاق أصلوا يعني لا. وتحولوا إلى حرس حرس لل للبرات ولا مدري شو كذا ولا اخره، هاي, شغل... هاي شغله بال نحن اه عندنا بيروت ببيروت صار شيء يعني هاي هاي ثاني عاصمه بفوتوا نعم. الاسرائيليين ولكن بيروت قاتلت ولم يدخل اليها الاسرائيلي الا بالخديعه نعم. يعني خلينا نذكر هالشغله نعم. ما فات بالقوه العسكريه الاسرائيلي يعني اجى فيليب حبيب قال يلا شباب خلص عملنا اتفاق وكذا والاخره ايه؟ نعم. وانسحبت منظمه التحرير, منظم التحرير من وكان عندهم مطالب بانه بعض الاحزاب اللبنانيه كمان تنضم نعم. الى المنظمة الفلسطينيه وتمشي فكان الجواب بانه هؤلاء اللبنانيين ما فينا نطلبهم بانه يمشوا ففاتوا الاسرائيليين نتيجه خديعه وفاتوا من بعد من بعد مقتل بشير جميل يعني وانا كل العالم تعرف انه أنا, انا بقصد اللي يعني ال... اوجه الشبه بالصمود بالمقاومه بهالناحيه فات بي... فاتوا زاهي فاتوا نتيجه خديعه ما فاتوا بالقوه لانه بيروت قاتلت على مدى ثلاثة اشهر ونص مش هيك؟ اليوم بنشوف صور ابو عبيده مثلا الناطق العسكري باسم القسام بنشوفها في كثير من شوارع وازقه بيروت كيف ترى تفاعل بيروت وانت يعني ابن بيروت وكتبت يعني عن عن بيروت كثيرا عن مسرح عن المسرح في بيروت عن حياة الحياه الاجتماعيه تكوين المدينه الأوربانيسم تبع المدينه لا. فليك ما تصدق كل الدعايات انه في ناس ببيروت مش مع مش صحيح هذا الكلام <applause> وانا بعرف كثير منيح لانه مثل قلت لك انا بروح وبيجي كثير وبخوشي هاي كلمه بيروتيه <applause> خوشه خوشي محلات ضيقه كثير <applause> يعني بالاخير كل الناس مع المقا... عندي خ... عندي اخوي برا انا لاول مره بعثوا لي وهو اخوتي كنت خان انا وياهم يعني <applause> انا مره انشحط من البيت انشحط من البيت لانه انا مع الفلسطينيين لانه كانوا بتعرف العلاقه المتداخله مع الفلسطينيين خلقت نعم وحده عشانو... حال ايه فبالتالي ال... انا كنت اتيت على انا والي ال... على... الان هناك تحول مش 180 درجه ولا 360 هناك تحول لا تستطيع قياسه يعني كل الناس مع البقاء الفلسطينيه ما تصدق ابدا بانه في حدا مع اسرائيل في بعض كم واحد نعم اصوات نشاز هو مشغلين معلش نعم. في عندنا بالبلد مشكله في مشغلين مشغلين ماشي في ناس بيطلبوا من الناس بانه ياخذوا مواقف فبالتالي هاو ناس ما لها علاقه فيهم يصف طيب هناك من يقول انه كل ما حدا اختلف معكم بالراي بتخونوه بتقولوا حدا عم بيشغله انا بدي اخذهم على حال ثاني انت مفترض آه استاذ زاهي بانه لو الاسرائيليين مشي حالهم بغزه ما كانوا برموا لعنا وانه بالاخير بي هن بيميزوا بيقولوا بانه فلان فلان كتب كلاما يعني بي بيخدمنا او بيعرفوا بانه هالحي بيسكنوه فلان وفلان شفناهم ب 82 مش هيك؟ لا. شفناهم في 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 الاوقات الاخرى بس يفوت الطيران الاسرائيلي بيدري دري مش هيك؟ ما راح يميز بين حدا وحدا فبالتالي هل هذا الكلام عن وحده الساحات بالاخير نعم هذا هذا هي شغله فوق الضروريه لو لم لا. نعلن الاسرائيليين باننا على اهبه كانوا فاتوا ما هن بدهم بديل لا. بكل الاحوال يعني امام هذا الانسداد الاستراتيجي بالسياسه لا. العسكريه تبع الاسرائيليين بدهم بديل كانوا يجوا عنا بس لانه دون... كانوا بادروا لشان أكيد. لشان هجوم أكيد. او عدوان على على لبنان بالضبط هيك نعم. يعني مش بس نحن عم نساند حتى نكون نعم. واضحين مش بس جبهه مسانده هاي جبهه كمان تقول نعم. ما تقول وعندها ردع. أسألة. ردعت طبعاً. ردعت الاحتلال عن المغامرة فبالتالي واقفين الشباب واقفين قايلين بانه العين بالعين والسن بالسن دي اول مره نعم من امتى اسرائيل بتقول بانه والله نحن بدنا نحل عسكريا ولكننا نفضل حد الحل الدبلوماسي ما كانوا يفوتوا فرقه كشافه مش هيك يصحصحوا العالم ويطلعوا مين قال مين عجرهم وقت فاتوا على مطار بيروت بالستينات وفجروا الاسطول تبع الميدل مثلا مين كان داعيهم على بيروت لحتى يفوتوا يقتلوا قاده المقاومه الفلسطينيه مين كان داعيهم لحتى يعملوا عمليه في المكان الفلاني والعمليه في المكان هول ناس استاذ حرب وجوديه نعم حرب وجوديه لانه نحن نحن اصحاب الوجود ليش لانه نحن اصحاب الحق نحن الاقدم تاريخيا هن عملوا مجموعه من المحاولات لحتى يستروا في فلسطين هاي مش ما اجوا بال بالقرن ال نعم التسلطان هي التسلطان طبعا التسلطان الحركه الصهيونيه من القرن يعني الـ 17 استاذ نعم صح. وبعدين حين طردوا من كل بقاع من كل بقاع الارض ركبوا بالشخاتير واجوا على فلسطين شو كانوا حاملين كانوا حاملين يافطات نعم. لا تخذلونا كما خذلنا العالم ها الشباب استقبلوهم استقبلوهم فاتوا بلشوا ياكلوا على الشمال وياكلوا على اليمين و... بالخد... بالخداع ايضا وبال... شغلتهم لماذا طرد اليهود سبعون مره استاذ 70 مره ليش؟ انه يعني هاي الصدفه بانه انطردوا سبعين مره من سبعين مكان مختلف ليه؟ ليه في مفكرين يهود مثلا واحد مثل ايزنشتاين مثلا ايزنشتاين ضد الدوله اليهوديه وعرضت عليه رئاسه الدوله قالوا لا انا ما بستلم رئاسه دوله تقوم على آه على مساحه مساحه لشعب اخر انا محل الدوله الواحده لقوميتين انتبه هو متقدم كثير بالطرح نعم. مش انه دولتين لا بتعمل دوله وحده بقوميتين نعم وانا مع دوله وحده بقوميتين واهلا وسهلا فيهم عنا لانه هي ارضنا هي ارض فلسطين اذا بتلاحظ يمكن من اكثر المرات بيكون الصوت اليهودي المعارض والرافض للعدوانيه الصهيونيه والاسرائيليه، اليوم في مظاهرات العالم يعني طبعا. بامريكا وباوروبا واماكن اخرى، عم تشوف الصوت اليهودي والشبابي الى يعني جي اجيال جديده من الشباب اليهود ضد ما تقوم به طيب دوله الاحتلال يسموه جيل زد نعم باوروبا وبامريكا او شباب يعني، او شباب كانوا موجودين ولكنهم كانوا مغيبين او شباب، الحرب سمحتهم بانه يعبروا عن امام فظاعة المشاهد اللي عم يشوفوها، يعني في ابن مره بالعالم ما استهول المشاهد اللي عم يشوفها بغزه، ناس جوعانه وناس عم ب... ناس فقدت الامن، الفوتات على المستشفيات بحجه بانه عاملين انفاق، بمس... ولك يا عمي ما لقطوا نفق مش هيك؟ محق ولك ما لقيو نفق بمستشفى قصدك يعني وين وامك... آه... بكل بكل الاماكن اللي زينا بيدعوا ادعوا انه في مكاتب بغزه في انفاق، لازم يكون في انفاق بغزه يعني اقل شيء يكون في انفاق. وبعدين انه يعني هول الشباب مقاومه متحالفين مع كا... مع فلان اخي طب كيف نحن مثلا بنبرر بانه ما بنبرر تحالف مقاومه مم. مع فلان ومنبرر تحالف مثلا اسرائيل مع امريكا مع انجلترا مع فرنسا طب ما هو متحالفين مع ناس نحن لازم نتحالف مع ناس بحاجه لحلفاء ما فيك تخوض معركه بلا حلفاء بعدين العالم بعدين الناس ايه الناس اجوا على اسرائيل بين هلال بين هلالين اجوا على اسرائيل تيقولوا جملة بسيطة بأن هذه قاعدتنا المتقدمة في الشرق أستاذ قصدك المسؤولين الغربيين يعني الرؤساء طبعاً وال... أكيد. والزعماء الغربيين هؤلاء الناس أستاذ انتبه لشغلي كمان هاو الناس و... و... والناس اللي سبقوهم اشتغلوا على مدى قرون لإخراج الرأي العام المسيحي نعم. من فكرة أن اليهود هم قتلة المسيح نعم. اشتغلوا قرون بعدين وقت طلعوهم للناس بأوروبا من هاي الفكرة اشتغلوا على فكرة استقرار اليهود في فلسطين بحجه بانه والله هذه ارض بلا شعب لشعب بلا ارض وهذا الكلام مش مظبوط انا وقت وقت طلع هذا وزير وزير التراث الفلسطيني وقال بانه زبطوا قنبله نوويه وزير وزير التراث الاسرائيلي الاسرائيلي نعم. وزدت ام وقلت قلت لهم هذا منه وزير تراث نعم. لانه لا يمتلك تراثا هذا التراث تراث فلسطين تراث تراث مجازر ومذابح وحروب هذا التراث الاسرائيلي التراث, في التراث بفلسطين التراث الفلسطينيين نعم فبالأح... والكنعانيين فبالتالي نعم. انه هذا شو وزير شو هذا؟ مين مركبه وزير تراث يعني بال بس هاو ناس؟ يعني كل شغل قائم على الغاء الاخرين وهذا هذا ه... موجود بنصوصهم نصوصهم دينيه استاذ قلت له. رجاله نسوانه هون المشكله كمان انه انه الحاخامات ايه يعني قتل الاطفال بقر بطون الحوامل كل هذه المسائل هلا 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 خليهم يحلوا بين مزدوجين هلا خليهم يحملوا هلا هاو الحاخامات وشباب المدارس الدينيه مش هيك؟ لانه رح يطلع قانون بانه بطلوا معفيين من, من التجنيد من الخدمه العسكريه داخل المجتمع ايه لانه اذا كنت متدين انت استاذ فتفرغ للتدين الديني تبعك وهذا هذا جزء من مفهوم قيام دوله اسرائيل على كدوله يهوديه نعم. استاذ عبيد نتابع هذا الحوار من مسافه صفر مع مع حضرتك ولكن بعد لحظات قليله يعني هيك شفنا لمحه سريعه عن شاعر فلسطين الكبير ابراهيم طوقان الذي لا نزال حتى اليوم نردد يعني قصيدته الشهيره موطني صحيح قصيده الملاحظ انه فلسطين يعني اعطتنا مجموعه من كبار الادباء والشعراء والفنانين يعني ولادي يعني نحن بنقول مصر ولادي بهالمعنى ايضا فلسطين الانتلجنسيا نعم المهمه بالعالم انت الجلسة الفلسطيني فلسطيني قراءتك لهالظاهره لانه م. ناس ناس اصحاب حق نا. عم جربوا لاقوا هذا الحق بكل واحد على طريقته فبالتالي اللي بيشتغلوا بالثقافه أوغلوا بالشغل بالثقافه بيشتغلوا بالسياسه أوغلوا بالشغل بس وهكذا يعني بالاخير وهم اشعلوا فينا ما كان منطفئا يعني انا بتذكر بانه كتبت شغله عن فلسطين نعم. انه شمس المغرب شمس المشرق بال... من اجمل من اجمل آه. النصوص وتغنت هي آه. ايه طغنى طيب الصديق نعم. احمد قعبو شمس آه. ال... شمس المشرق بتدفي وشمس المغرب والعاني وانا ما بعرف من الشمس الا شمس الاغاني ما بعرف شمس فلسطين ولا بعرف شمس اليافا قاعد ارسم صورة شمس وهزة من دكتاتور وعيها ولا شمسي طب اخي شعب ولك شعب ما قدر ابدا يعني يستمتع حتى باشعه الشمس شو المطلوب منه يعني بال بالاخر؟ يرفع العشره هيك يرفع في البعض بدهم اياه يرفع الرايات البيضاء يرفع يعملوا مذابح مثل ما بيعملوا مذابح للبقر مش هيك؟ وقفوهم بالصف كل ما بيوصل واحد يقوصوه براسه وزتوا خلصونا بقى طلعت مره قلت لهم ابيدونا دخيل اجركم ابيدونا بس خلصونا من في حين انه في ناس ثانيين مثلا انا انا مزهول قدامهم يعني عن جد ماني قادر يعني بيجي بدي اكل ما بيطلع بايدي بيكون ماسك مثلا بنته من اجره بيبوص من اجرها بيقول هي بنتي اسمها فلان كذا والاخره ولكنها في ذا المقاومه تطلع مره ثانيه بتعبط حفيدتها بتقول لها معلش يا فلانه في ذا الاقصى طب هو الناس ما ممكن تهزمهم لهول الناس فعلا شعب الجبارين يعني بدون بدون اي تردد مستحيل. قلبت يعني. قصه داوود وجوليات قلبت نعم وانكشف الجيش الاسرائيلي على عري ما بعد ما بعده عري كتبتك غزه ما ملحمة غزة كتبتها هلأ شيء هلا ماني قادر لا. لانه مش على الكعب لا. استاذ زاهي وانت بتعرف هاي شغله بدها وقت لحتى الواحد عاده بنحتاج مسافه بين ب... الحدث بالضبط. وبين النص هي بدك مسافه لحتى فيك يعني نحن بالمسافه صفر هلا لا. لانه بالمسافه صفر بدنا نعمل مس... نوسع المسافه تنشوف اللي عم يصير لانه نحن هلا في الخضم وطالما انت في الخضم وطالما انت معني فانت بالتالي مثل المقاتل بغزه قلت لك بانه هاو الشباب حولوا الدم الى حبر وحولوا الفضا لورق شو بدك تعمل قدام هذا الدم اللي تحول لحبر يعني فالشباب عم يكتبوا الملحمة الكبرى ليس فقط في تاريخ العالم العربي في تاريخ العالم كأن لما بيكون في حدا عم يكتب بالدم بصير صعب على اللي عم يكتب بالحبر انه يكتب بلحظتها بيخجل قلمك بيخجل نعم ما بيعود يعني بالاخير بتلاقيه خفر بين ايديك يعني بتفوت بشغله بيطلعك بتفوت بشغله بيقول لك طول بالك هاو شباب عم يكتبوا نصهم، عم يكتبوا نصك، عم يكتبوا نصهم بالعالم، فاعطيهم كمان بحق لهم يكتبوا نصهم هاو الشباب، ما تفوت عليهم بنصوص ممكن تشكل بارازيت على النص الكبير هلا هل طيب هل تتوقع انه ان ان تترك يعني ملحمه غزه اثرا في النص الابداعي العربي على الاقل اذا ما بدنا نقول العالمي، يعني نحن بنعرف مثلا بنكسه 67 عملت تحول بالادب العربي بالمسرح العربي بكثير من يعني من الاشكال الابداعيه خلينا نعم. نقول انتفاضه الحجاره عملت ايضا نفس يا سيل اذا بدك من الكتابة والله يا صبي زغر الحجر بالايد نعم. هاي غنيه انا كتبتها ماشي خالد نسيتها انه هذا الصبي اللي كان عم يراشق الدبابه الاسرائيليه بالحجر كبر صغر الحجر بايده لانه كف ايده كبر نا. لل حلو حلو إيه لل للشب، هاو الشباب اللي كانوا عم بيراشوا الدبابات الاسرائيليه بالاحجار هن اللي حاملين هلا الياسين 105 هن اللي بحطوا ال... بحطوا العبوه على الدب في شيء مش بحط العبوه بدأ على الدبابه حصار بيروت ايضا انتج نصوص يعني ومنها نصوص يعني محمود درويش يعني اللي كتبه من وحي حصار بيروت آه هل بتشوف انه ستترك ملحمه غزه هذا الاثر في النص الابداعي؟ أكيد. ما ما حدا عنده شك مش انا ما عندي شك ما حدا عنده شك يعني بالاخير هذه الملحمه سوف يكون لها تداعيات اليازة لحد هلا في ناس بيقولوا مش مزبوطه بالاخير انه هاي شغله مختلقه نعم بال... شيء له علاقه بال له بالادب والخيال وكذا والى نحن امام واقع لا يستطيع احد ان ينفيه على الاطلاق وهذه الملحمه التاريخيه اكيد سوف تنتج كميونات من نصوص ذات القيمه مش انه نصوص بل... لانه في شيء حقيقي في 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 ناس مقدمين ارواحهم في ناس مقدمين دمهم في ناس واقفين امام اعتى تكنولوجيا في العالم يا رجل هاو الناس اللي ما بيمتلكوا شيء مكعيين التقنيات الإسرائيلية في قضايا المخابرات طيب إذا كان من أثر لهذه لهذه الملحمة على النص الإبداعي بأي اتجاه برأيك هذا الأثر يعني مثلا بال67 كان في كثير ناس من دعاة الفن للفن بمعنى المسرح التجريبي تحولوا لا لا, لا راحوا على محل ثاني لا راحوا 67 لا. 67 خلقت وعي اخر لا, لا. في شغله اساسيه خلقت وعي اخر كانوا طيب الشباب. هل غزه اكيد ما قلت لك اكيد ستخلق وعيا جديدا اكيد الوحيد اللي تمرد على الهزيمه 67 منير ابو دبس نعم ضلوا يكتب بالعربية الفصحى هذوليك راحوا سألوا تركوز زملائه وقالوا له خي روح اكتب بالعربية الفصحى ليه لا. عم لا. تكتب بالعربية قال لهم لأن العربية الفصحى تغرب نعم تخلق مسافة تخلق مسافة الأخرون راحوا يسألوا عن هويتهم عن انتمائهم لا. لأنه حطتهم أمام يعني سؤال كبير نحن مين لا. مثل لا. جلال خوري مثل جلال خوري رجع حساب خوري انطوان ملتقى آه، نعم آه، يعني مجموعه هائله من من الناس وما تنسى شغله اساسيه نعم الثقافه الفلسطينيه متقدمه حتى في فلسطين يعني اذا بدك تحكي عن الثقافه انا في ذكرك مثلا نا. بانه بال 48 في مجموعه عظيمه من المسرحيين يعني الذين قدموا مجموعه من التجارب اولا بلالين بلالين صندوق العجب الحكواتي وانا بعمل... حتى في الاحتلال دائما بيسكر لهم مسرح بحيفا يعني احد اشهر المسارح الحكواتي الحكواتي نعم الحكواتي بهالمعنى انا بالكتاب اللي اشتغلته على المسرح العربي نعم عملت مقارنه بين العمارتين العماره الفلسطينيه اللي هي المسرح الحكواتي والعماره الاسرائيليه اللي هي المعتقل وكيف هل العماره عم لا. تواجه هذه العماره للفلسطيني أدوات واساليبه وهو قاوم حين لم يمتلك شيئا الباء الان بات يمتلك تحقيق الحلم مش بس الحلم تحقيق الحلم فبالتالي نحن رايحين على مرحله سوف تثري النص ليس فقط في فلسطين في العالم وبلشنا نشوف بالاخير بتشوف مثلا بتشوف مجموعه من النساء حاملين طولة بالشوارع وعم يغنوا فيفا بالستينا مين هالست ال... هالست حولت ال... اممي يعني هذه مين هالسيده المنزل هاي المرة اللي بتتم بولادها نزلت حملة الطبل تبعها وخلقت الأرمونية مع الستات الآخرين لحتى يغنوا للحرية في فلسطين كيف تا... كيف حول نص الفلسطيني الحديث العالم إلى مكان آخر ما, بي... ما بيقلمك أنه الشارع الغربي أكثر تفاعلاً مع ه... هذه القضية قضية فلسطين بتعرف... من... من الشارع العربي أستاذ زاهي أنت بتعرف مثل ما أنا بعرف يعني لا. الأخير ال... يعني اوروب الجمهور الجمهور الاوروبي وانت هو نتاج لمجموعه من الثورات مش هيك ثورات سياسيه والثقافيه وكمان بنفس الوقت ثورة الصناعيه لا. فبالتالي هاي الثورات خلقت شغله اسمها ديمقراطيه مش هيك نحن ما فتنا بهذه الثورات فبالتالي نحن استوردنا ديمقراطيه مشوهه لذلك ما بنقدر نتصرف مثل ما بتصرفوا هن بتصرفه لانه نستحقوا الديمقراطيه تبعهم نحن ما استحقنا الديمقراطيه ما بنعرفها للديمقراطية طب هل تفاعل النخب العربية يعني على مستوى عم بحكي على مستوى الإبداع الأدبي والفني مع ما يجري في غزة سزاهي. يعني سواء لجهة العدوانية والإبادة الجماعية أو لجهة المقاومة هو هذا سؤال مطروح مش نعم. أنا عندي رأي في فيما فيما يختص بهذا الموضوع نعم. الأخير ما بقى في نخب عربية ماشي في جزء وينه في جزء توفى نعم مات في جزء استنفد أدواره مش هيك؟ لا. قرانا من فتره لاحد مثقفين العرب بالاخير مقاله منشوره على صفحتين عم يشتم فيها المقاومه نعم عم يقول بانه هاو نتاج العثمله في بلاد العرب وانه هاو هاو متخلفين يعني اصحاب فكر لا. ديني سلفي متخلف في حين بيكمل بانه الديانه اليهوديه هي ديانه الفكر الديني اليهودي متقدم مع الفكر المسيحي بالشو اسمه فبالتالي في ناس ماتوا في ناس استنفذوا ادوارهم في ناس لحقوا مصالحهم في اخر يا ريت لحقوا بص... هاي مش مصالحهم نعم هذا اخر شيء عم بينوص فيهم فبالتالي هم عم بيقدموا للعالم اخر ما, ما ينوص فيهم هلا عم تشتم هلا عم تقول بانه هاو نتاج العسمله فيه؟ انت نتاج شو انت بالاخير وعم بيقول عن المراه الفلسطينيه بانه متخلفه لانه بتلحق جوزها ليش انت قادر بالاخير تعمل يعني هل قدم اللي عم بيعملوه نساء فلسطين بيوقفوا بحفايا تي تيلا... دور على المي تيلاقوا تي مع الرجال لحتى يلاقوا اكل بس وين اللي كتبوا اطنان من الحبر والورق لانتفاضه الحجاره لفلسطين على مر ال يعني ال... زاهي خلصوا لا. خلصوا هاو الناس خلصوا هل يولد برايك جيل جديد نحن هك... على مشارف على عتبات لا. ولاده جيل اخر اجيال اخرى نعم عندها منطقه عندها لغتها عندها فكره عندها احساسها وعندها اجهزتها العصبيه اللي بتشتغل عليها بتعرف كثير منيح بانه الجهاز العصبي هو الذي يهاجم هو اللي بيهجم اول شيء يعني بالاخير وان اخطر شيء هلا في من هو العقل وقت كثير بتشغل عقلك بيهاجمك عقلك بال... نحن امام اجيال سوف تبدع ما سوف يدهش العالم ما لها علاقه هاي باللي قالوا امين جميل يعني بال يعني خذوا ما يدهش العالم اعطونا السلام قالوا شو الاخر وهو نازل يعني أصف فينا كان بهذه بهديك بهديك المرحلة نحن أمام مفترق تاريخي وأعتقد لا بل أنني أجزم بنسبة 99.99% .99 بأننا تخطينا هذا المفترق لا. إلى رؤية السهوب الواسعة الممتدة بحيال على شموس سوف يستطيع الفلسطيني أن يمد يده إليها وأن يستدفئ بها ما بقى مضطرين بقى نكتب له عن الشمس اللي مش قادر شمس وشافة نعم. خلق لأنه خلقها رغم كل الدمار رغم كل الخراب رغم كل الموت يعني عم نحكي أكثر من 30 ألف شهيد أكثر من 70 ألف جريح آه عم نحكي عن آلاف البيوت المهدمة نعم. أكثر من مليون إنسان مهجر هذا غير اللي أنت شايف... نعم وأنت شايف هذا ال... هذا المشهد اللي هو هو نقيض لما أقوله يعني أنا في أر... على أرض الواقع لما نشاهده على أرض الواقع طبيعي طبيعي إذا بتشوف إذا بتشوف المشهد بكليته نعم. بتشوفه هيك إذا بتجزئه بكتشوفه... بتشوف الألم بمحل بتشوف النص... الانتصار القوة الشهامة المروءة الشجاعة حي ش... شجاعية منين جاي منين جاي الاسم نعم. شجاع الكردي شجاع الكردي مين مقاتل فلسطيني قاتل الحملات الصليبية أستاذ في القرن الثاني عشر القتال الفلسطيني نعم عتيق منه جديد القتال الفلسطيني الان يتجدد هذا القتال الان يتبلور يتحول الى ما يشبه الماء وقت بيتحول الى ما يشبه الماء بتصير بتشوف من خلاله بتشوفه بتشوف من خلاله نحن امام مرحله شجاع الكردي الجديده لماذا نشعر اليوم انه المشاهير في الغرب يعني اللي هن مصالحهم اكثر ارتباطا يمكن بال بال بالآله المتحكمه بالإنتاج الفني والأدبي عنده الجرأه يطلعوا يقولوا رأيهم ويعبروا عن تضامنهم مع فلسطين يقول انا مش فارقه معي الشغل والعقود يعني بيطلع نجم كبير او ممثل او ممثله مثل سوزان سراندوم مثلا انه مش فارقه معهم اذا بيخسروا هاي. شغل او ما بيخسروا هاي شغل. شغل جديد شغله مش جديده استاذ زاهي نعم للنصوص نعم. بدي لانه هاو الناس بالأخير بيقدموا فيلم سينما مش هيك؟ نعم. بيطلعوا فيلم سينما وشابوه يعني نعم. هاو الناس رجع لحنا ارندت نعم كتبت يعني الفت كتابا في بمحاكمه اخمن مش هيك اللي هو معتبر بانه هو بطل المحرقه وقالت بانه هذا يعني بالمحاكمه عباره عن استعراض سينمائي رجع لتشومسكي مش هيك رجع نعم لبوبر أرجع... يعني المثقف الغربي عم يعني قال المثقف الغربي مع القضيه مع... كنا عم نحكي عن اينشتاين اذا اثنين تخانقوا مع بعضهم بيقولوا شو مفتكر حالك اينشتاين مش هيك؟ اينشتاين واحد مثل كان ضد حتى رجال دين اليهود يعني الحخامات ضد هذه القسوه الفائقه التي يمارسها هاو الناس البلا شرف وبلا اخلاق الاسرائيليين على على المواطنين العزل قال لهم طلع واحد من المقاومين قالوا من المقاومين قال لهم خيي شو بدكم فيهم تعوا ما نحن ناطرينكم في الاماكن اللي طلبتوا اخلاء هاي يا هاي ساعه خالي تعوا يتلونا بالاخير تعرف بالاعلام الغرب الغربي يطرح <applause> السؤال يعني يمكن ولا هلا بيطرحوه على كل ضيوفهم انه هل تدين حماس يعني بخلال النقاش اكثر سؤال يطرح على الضيوف انه هل تدين هلا تغير شوي تغير لا تغير كثير تمام انا سؤالي هل تدين يعني المشاهير الصامتين المشاهير العرب يعني سواء كانوا شعراء كانوا فنانين كانوا اعلاميين الصامت يعني اللي صمتوا قدام مشهد غزه أنا لست ديناً نا. لحتى بالأخير دين فلان وعلتان وكذا هو الناس وقت بيوقفوا قدام المراية ما رح يشوفوا حالهم مثل ما كانوا يشوفوا شوفوا حالهم, حالهم قبل. وأنا أكيد من هاي الشغلة نا. كل الناس استاذ التي سكتت وتواطأت وسمحت بتمرير هذه المشاعد المشاهد المشاعد المفجعة سوف ترى صورها أمام المراية صور مفجعة وصور مدعاة للخجل وهي شغله متروكه لهم يعني انا ما بدي انا ما في لا. انا صاحب انا في مون على موقفي لا. مش هيك؟ انا ما قادر اتحمل صور الفزع الفصاعات تبع تبع ال... الاسرائيليين وبنفس الوقت مثل قلت لك انا انا فخور نعم بشجاعه هؤلاء الناس المؤمنين بانهم اصحاب القضيه واصحاب الارض هل توافق انه عادة قضيه فلسطين اليوم قضيه امميه بفضل تضحيات اهل غزه واهل فلسطين عموما؟ يعني مرق فتره من الفترات خمدت القضية نوعا ما، مش خمدت انتهت هم... هم... يعني انتهت انتست انتحت هذه انتحت. هذه, هذه, هذه القضية، يوم عادت فلسطين كانها معيار اليوم ساعة بتلاحك. العالم نعم. شنو نعم. ساعة. ساعة العالم الأخلاقية نعم. فلسطين، نعم. الآن ساعة العالم الأخلاقية وأهمية يعني بحب أسمع منك أنه أهمية أن تكون فلسطين قضية أممية وإنسانية وليس فقط قضية وطنية أو قومية أو دينية على لأ. على أهمية كل هذه يعني المصطلحات والصفات انتبه لشغلة جامعة الأمريكانية بمولوها ناس مش نعم. هيك لحتى الطلاب بيدرسوا الناس المحتاجين يدرسوا نعم. ب... بي... بي... بفلوس قليلة يعني وفي واحد يهودي كان متبرع بمليار دولار لواحدة من الجامعات مش لحسن نعم. للجامعه الجامعة فبالجامعه صار في تحركات مع مع القضية الفلسطينية فتم استدعائها إلى المحاكمة اللي حكمتها عضو بمجلس نواب الأمريكي بالكونغرس الأمريكي وكذا الأخير وكانت مستشيطة يعني بالأخير وعم تقول لها إنه كيف تسمحين لطلاب بالتنمر على طلاب آخرين؟ عم تحكي عن طلاب إسرائيليين كيف تنمروا عليهم؟ قالت لها ما فينا نقول بإنه التنمر تنمروا عليهم، قالت لها شو فإذا في فينا نحدد ما هو التنمر قالت لها لا, لا. بحسب الواقع يعني بال... كلنا افترضنا بانه سوف تدان هذه المراه اللي هي مسؤوله الجامعه طلع بالاخير بانه جامعة اخذ قرار برفض المليار دولار وباعاده هذه السيده الى مركزها نعم. هذا هذا ان دل يدل على تغير نعم حقيقي وحاسم في الوعي وفي الحاجه بنفس الوقت لانه انت واحد اعطيك مليار دولار ما بتاخذهم بالعادي بتاخذهم يعني رفضوا المليار دولار لانه شايفين المشهد قديش ممكن ياثر في حياتهم في المستقبل فبالتالي هم اختاروا حياتهم على انه يشتروا لحظه راهنه باوروبا الغرب القضيه مختلفه تماما زاهي مثل ما كنت عم اقول لك اوروبا هي نتاج مجموعه من الثورات لكن نحن بعد ما فينا نعمل صحن لماذا يعني بالختام سيد عبيد مر الوقت يعني بسرعه مع حضرتك ودائما لقاءاتنا تتكرر يعني باذن الله لماذا فلسطين دائما ملهمه للشعراء للمسرحيين للروائيين انه اذا ما كان فلسطين بتلهمنا شو بيلهمنا يعني بل... انه انا بال... في قضيه حق مش بس قضيه حق لا. في ناس متروكين على مدى 75 سنه وشايفهم انت رفقاتك انا لا. كان بس شغله بسيطه كنا بواحد المهرجانات لا. العربيه كل العالم خلص المهرجان كل العالم عم تضب باستثناء واحد فلسطيني طلع غزاوي بيت شعشعة نعم قلت له ليه ما عم عم ضب اغراضك؟ قال لي عم فكر كيف بدي ارجع على غزه قلت له عادي قال له لا مش عادي لانه انا بدي شي. لا. اذا بدي فوت على الجسر شيء نعم اذا بدي فوت على معبر رفح شيء اذا بفوت عن طريق قبل الحرب قبل الحرب لا. شيء، فبالتالي كل العالم رجعوا على اوطانهم باستثناء هذا الفلسطيني. سيرجع يوما. هو رجع. موجود، نا. هلا موجود. لا انا عم بحكي بمعنى العوده، يعني عوده الشعب الفلسطيني الى ارضه الحره بالضبط ستتحقق. هو موجود. نعم وسوف يكون اكثر حريه في العوده بالمهرجانات الشاي، ليه؟ لانه رح يصير على سويه، ويمكن يصير قدام يعني نا. سابقنا، سوف يعود الى بلاد اخذت حريتها بدفع ثمن الحريه. نا. شكرا استاذ عبيد باشا المسرحي والكاتب اللبناني والعربي المعروف نورتنا وشرفتنا واسمح لي اني اختم بتحيه شعريه الى اهلنا واحبتنا في فلسطين يلا تفضل صيحه النهر مقتطف من قصيده طويله لي اخوه لا اعرفهم لي اخوه لا اعرفهم نبتوا مثلي على ضفه الالم لي ابناء الارض المحتله برهان الحق شكل الحقيقة حجة الأرض على السماء صفعة القهر على خد الأمم صيحة النهر في صمت اليابسة طعنة الفجر في عنق الظلام لي أفق رحب بين طفلين وامرأة وغد موعود بالفرح والرايات اليانعة وابنة خضراء تغني وابنة خضراء تغني لا للمحتلين تقول وابنه خضراء تغني لا امل لكم عندنا لا هواء لا ماء ليجري في عروقكم لا دماء لا ارض لكم هنا لا بحر لا فضاء لا بيت لكم عندنا لا رب لا انبياء لا كتبا عتيقه لا ذاكره لا ذكريات لا حجر لتنقشوا اسماء موتاكم او, أو لا حجر لتكتبوا اسماء موتاكم أو لتنقشوا تواريخ حروبكم، لكم صقيع المعدن ولنا نسيم البلاد، لكم هدير الخوف ولنا حداء من الحادي، ولنا حداء الأمهات، عودوا حيث جئتم، لا ليل لأحلامنا معا، لا شمس لنهارين، لا أمس لكم هنا ولا غدا أكيدا. حلو.